المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله قال: فتميتهم اماته تاخذهم النار وتحرقهم ويموتون اما بذلك، يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة، ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أمثال الفحم، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف، يحرقون ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نباتا جديدا. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يبقون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد، ودهر الداهرين ابدا نعوذ بالله، لا يقضى عليه فيموت ولا يخاف عنه من عذابه. هل يحق هكذا قوله انه يتربه مجرما بينه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى نعوذ بالله؟ قال جل وعلا: وسيجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يعني معذب لا موت يريحه ولا حياه سليمه نعوذ بالله، بل هو عذاب دائم نعوذ بالله. هذا معنى لا يموت ولا يحيى، نسال الله العافيه.